كابتن تامر عبد الحميد، عايز ابدا معاك من انبي وفكره رابع جهاز فني. اذا كان بدا الكابتن طارق العشري، استلم الراي الكابتن ايهاب جلال في مرحله كانت جيده، جه الكابتن طارق عبد الله في اربع مباريات في مرحله انتقاليه، واخيرا تم الاستقرار على الكابتن خالد متولي وهو احد ابناء قطاع البترول ايضا من ابناء انبي في الاساس، وكان مدير فني الانبي في فتره قبل كده. كثرة التغيير يا كابتن تامر أكيد لا يحدث استقرار، والفريق الحقيقة مستقر في الجدول، ما هوش بيصارع ضد الهبوط أو كذا أو كذا، لأن اتعودنا على إنبي أنه يكون موجود بشخصية مختلفة، زي ما بنقول اكتسب شخصية الكبار دايما يا كابتن تامر. الهدف إيه؟ يعني هم عاوزين إيه؟ يعني إنبي عاوز إيه السنة دي من وجوده في الدوري الممتاز؟ هل هو عاوز ياخد بطولة؟ ولا عاوز يبقى موجود في المربع الذهبي؟ ولا عاوز يبقى موجود في المنطقة الدافئة ولا إيه؟ اتصور ان هو كان من البدايات كان هدفه ان هو يبقى موجود في المربع الذهبي، اتصور كده يعني. فلما ما تحققتش المعادله ديت بالنسبه له والنتائج ما مشيتش على المستوى المأمول مع الكابتن طارق العشري، ابتدى يبقى فيه تغيير سريع لإيهاب جلال. إيهاب جلال مشي بقرار منه هو، مش بقرار من اداره انبي، ولابد ان احنا هنا اهوت عشان ما يبقاش في ظلم برضه لاداره انبي، لان هي كده تعتبر التغيير بتاع ايهاب جلال جه غصب عنها، يعني مش بمزاجها، لان احنا طبعا كلنا عارفين ان ايهاب جلال جاله عرض ما يترفضش من نادي الزمالك الحقيقه، وبناء عليه خد القرار ان هو يمشي من نادي انبي، بل انه كمان يدفع شرط الجزائي اللي موجود او المنصوص عليه في العقد، يعني كمان حتى ما فيش اختيار لاداره انبي في الموضوع بتاع مشان ايهاب جلال خالص. وجي مشي في وقت يعني كانت الامور ايه ضيقه، يعني ولا انت عندك توقف طويل ولا حاجه عشان تقدر تجيب مدير فني تاني او تجهز مدير فني تاني او تتكلم تتفاوض مع مدير فني تاني، فكان القرار السريع الحاسم من اداره نادي انبي بتولي الكابتن طارق عبد الله واعطاه الفرصه على مدار اربع. النتيجه دي عجلت برحيل الكابتن طارق يا كابتن تامر؟ طبعا تقيل. طبعا من طبعا. الرجاء هي مش النتيجه دي، يعني هي النتيجه دي عارف هي اللي ايه، هي اللي خلصت بقى. هي اللي خلصت يعني هي اللي خلصت القرار في الاداره، لان هو خسران قبليها، خسران من طلائع الجيش قبليها، متعادل مع نادي الزمالك قبليها، خسران في الديربي البترولي ما بينه وما بين بتروجيت اللي هو مش في افضل حالاته السنه دي. يعني خلينا برضو نقول ان هم دائما وابدا في قطاع البترول بيعتبروا ان الابن البكري للقطاع هو انبي. يعني دايما كده يعني دايما كده يعني زي رقم واحد ورقم اتنين، انجاز ليا التعبير بالمفهوم دوت. ودائما وابدا المنافسه ما بينهم هما الاثنين، خلي بالك للناس برضه، لان انا اشتغلت في بتروجيت وعارف طبيعه العلاقه ما بينهم وما بين انبي عامله ازاي. لا الماتش بيبقى حماسي، بيبقى واخد طابع ماتشات القمه زي الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، زي الاهلي والاسماعيلي، زي الزمالك والمصري، الديربيهات الكبيره اللي دايما الناس بتستناها، بيبقى هو دوت برضه الديربي اللي موجود ما بين بتروجيت وانبي. فخسارتهم من بتروجيت برضه يعني علت التون او علت النغمه بشكل او باخر. وخلينا اقول لك ان سواء كابتن خالد متولي او الكابتن طارق عبد الله فهم من ابناء قطاع البترول، وهم من ابناء نادي انبي الاصيلين. يعني فالاثنين محسوبين على القطاع بشكل كبير او محسوبين على النادي بشكل كبير قوي. بتفق معك تماما ان كثره التغييرات في الاجهزه الفنيه لفرقه لم نتعود باي شكل من الاشكال على تغييراتها في مدار المواسم اللي فاتت ديت كلها اثرت بالسلب بشكل كبير قوي، سواء على مستوى الاداء خلال الموسم، وبالتالي على مستوى النتائج، وبالتالي على الوضع في الجدول اللي هو بيبقى موجود في المنطقه الدافئه التي لا تتناسب باي شكل من الاشكال على امكانيات الفرقه الكبيره اللي لابد ان هي تعيد حساباتها مره اخرى من 2014 اللي كانت بتنافس فيه على بطوله الدوري العام لغايه الاسابيع الاخيره امام نادي الزمالك، قبل ما نادي الزمالك يقتنص بطوله الدوري العام من بعدها، من بعد الموسم دوت، ونادي انبي مش موجود على الساحه بيبحث عن ايه؟ نفسه، ولا زال البحث مستمرا عن نفسه.